كانت قالت ما بيا ما عليا عند صاحبتي، حتى عيط ليا فاكتور قال لي واحد الامانه وصلت. شرحت لي لادريس ديال الدار ديال صاحبتي هنايا باش مش جابها لي عندها. فوالا ها هي البنات، هنحلوها باش نشوفوا شنو كاين وسط منها. هادي لي جديده ديال ولد صاحبتي. يلا البنات هنحلوها ونرجع نوريكم اش فيها. هانتوما البنات ضربوا لي على لومبالاج كيفاش مقومبالي هادشي. شوفوا كل حاجه في الكرتون في لي بابيي بول، داكشي على حق وطريق البنات، معمره بالكرتون فريمون. الديكور ديالي ها الشابو ديالك، هادشي غزال. البنات لا كوموند نسيت ما قلتلكمش من عند من الديكور ديالي، كتعرفوني بزاف كناخد من عندها هادشي ديال اكسيون، لان الاثمنه عندها عجبوني بزاف، سون تري 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 ريزونابل. ما تزيدش، يعني زعما لا مارج ديالها زوينه، اون بلوس ديما جديد، واللي وصيتو عليها تجيب لكم اي حاجه وصيتو عليها تجيبها لكم. واخا ما كايناش عندها هي في لاباج. يلا نحلو نوريكم شنو خديت من عندها. فوالا البنات هادي هي لابواط اللي خديت، البواط ديال لي بيجو. فوالا هذا هو الشكل ديالها، كتحل من هنايا وكتجي بحال هكا فيها الفولوغ من الداخل. فوالا هذا هو شكلها. قولوا لي كي جاتكم البنات، نشوفوا الثانية. تبارك الله عليك اختي، الديكور ديالي زعما صراحة مونبالاج حق ولله، هادشي مونبالي مزيان. ها هي هي المباركة الثانية، هادي هي اللي خديت، غزالة بزاف البنات، فنة. قولوا لي كي جاتكم البنات. شنو باقي اللي خديت؟ خديت هادو لي سوطا تاع البنات، نحلهم معاكم. ما تدوش على سوطا البنات، راني مخنوقه لا انا لا ولادي، بنتي وولدي بجوجهم حتى هما مخنوقين. دار بنات البرد جايين بحال هكذا في الكغي، كل واحد فيهم فيه موتيف في شكل، سي مانيفيك البنات عجبوني. وكاين هاد الموديل الاخر، ما عقلتش واش كنت خديت جوج ولا خديت ثلاثة، والله ما بقيت عاقله شحال خديت من عندها. المهم نحل بعدا هذا. عرفتوا علاش البنات كنقول لكم ما عقلتش؟ حيت سمحوا لي بشحال هادي تنبغي تصيفط ليا لا كوموند، كنكون اما انا مسافره اما شي حاجه، هاد لا كوموند كندوزتها شحال هادي. مي يلاه كتب لي شدها. فوالا هذا هو الموتيف الثاني ديالهم. حاجه اخرى اللي خديت هادي عاقله عليها، اللي هو هاد لو بلاطو اوفال اللي خديت البيت بنتي. فوالا نتمنى يكون باين لكم مزيان. فوالا فوالا البنات هذا هو لو بلاطو، لو كادر. فوالا ها كيفاش جاي، صراحة غزال البيت هبة، غنديرو ليها وان شاء الله فاش نتقبو نساليه هنوري لكم، زعما نعلق كل حاجة بلاصتها نقول لكم كيفاش جات ان شاء الله. يلا هالبنات تنعاودو نتلاقاو. حاجة واحدة اخرى البنات بغيت نوريها لكم، هي هادي ديال الخبز. انا ما شريتهاش، صيفطتها ليا ماما، خداتها ليا في اسواق السلام وقيلة. غزالة بزاف البنات، فيها هكا البوا، حيتاش لو تيم هكا ديال رمضان بغيت ندير اما داكشي اللي بلدي هكا بالبيض والكحل كيف وريتكم، اولا غندير طبلات هكا بالبديع والخشب. فوالا هكا من باب التنويه وداكشي. عجبتني اولا على حساب الخشب، ثاني حاجه باش هكا ما يفسدش الخبز وداكشي. انا كنت باغا نشري ديال لينوكس وهي تقول لي لا هدي هدي،
بلاتي انا نوريك واحده احسن منها. فوالا عجبتني هادي، هاديك تاع لينوكس. هما كانوا واخدينها واقيلا في الدار. الباب ديالها كيعواج، ما كيبقاش يرجع يتسد مزيان، كي بحال كي كيتسوقف كنقولوا حنايا. باغ كونطخ هادي لا، زعما خشب، وغير حافظوا عليها البنات، ما كتبغيش قوت بحال مثلا تاع معار وداكشي، يعني الواحد يدير فيها غير القياس ديالو صافي ولا يجعل البركه. المهم هذا مكان البنات. شكرا لك ماما، الله يخليك ليا ولا يطول ليا في عمرك. وشكرا لاي واحد زعما صراحه، ماما وبابا في ما يلقاو شي حاجه تاعت لما انت يشروها ليا، عارفيني مبليه بليد الغدايد، وتا هما في ما كيخرجوا شي بلاصه كياخدوها. ميم صحاباتي فاش كيكونوا خارجين في مرجان ولا في كارفور ولا شي حاجه، تيبداو يصوروا ليا، شوفي هذه واش هتعجبك، شوفي هذه واش هتعجبك، شوفي هذه واش هتعجبك، عارفين البليه ديالتي مصفية. قولوا لي البنات شكون اللي بحالي حتى هي مبلية بليد الغدايد في الماعن. والله يعفو علينا، الله يعفو علينا من هاد الماعن. فوالا البنات، هادو كانوا بالنسبة للحوايج اللي شريت، المشتريات زعما اللي خديتهم. يلا خليتكم على خير، باي باي. انا البنات حدا جيت فسخت الحمص، قطعت القزبر والمعدنوس والكرافس، ودابا غادي نمشي نلط الحريره ديالي. شكون لي بحالي انا ملي كيأذن الظهر وانا في الكوزينه؟ وقيلا الا كنتو بحالي قولوا لي، ولا معايش كتدخلوا بالضبط البنات للكوزينه؟ واش معطلين ولا كتدخلوا بكري بحالي هكذا؟ ماشي يا البنات، انا رجعت لكم باش نديرو بيتزا. غندير هكا مني بيتزا صغيورين. غنبدا اول حاجه غنديرها هي غنطلق العجينه. بالنسبه للناس شنو نقولو ليهم، المقادير ديال لاباط ديال البيتزا راني ديجا دايراهم معاكم في القناه. انا نخلي لكم الرابط ديالها لتحت. صراحه قال البنات هاد العجينه نهار غديروها غتوليو تشكروني عليها بزاف البنات، بزاف ماشي غير شويه، لان كاع البنات اللي كنصحهم بيها كتعجبهم بزاف. فكنصحكم البنات انكم جربوها، غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. ثاني حاجه راه كتجي فريمون بحال ديال الزوقه. شوفوا نتوما لي بيستون اللي كتبغيو، واش بغيتو تلقوها ولا تغلطوها. واهم حاجه هو انكم فاش تعجنوا هذوك المقادير اللي عطيتكم تخليوها ترتاح اقل حاجه هي ساعه، اقل حاجه هي ساعه. الا خليتوها تبات يكون حسن، ديروها في الثلاجه وطابتي مع المونتاج خليوها تبات، ولكن اقل حاجه هي ساعه تخليوها كترتاح البنات. غادي تشوفوا الفرق ديال البيتزا ديالكم غتعجبكم. صراحه البنات ما كاينش اللي كيذوقها عندي وما كيقولش زوينه، والله العظيم البنات غادي تعجبكم تيقوني. انا هنا البنات غادي غير مني بيتزا صغيورين. فوالا بقاو معايا البنات. ثم البنات القياس اللي درت هو ان داك العجينه اللي كنعطيكم بحساب ديال 500 غرام ديال الدقيق كتعطيكم تقريبا 4 ديال البيتزات مويان، وديك 4 ديال البيتزات مويان البنات كنخبيهم انا كنقسمهم عاوتاني على جوج، كل داك ربع كنقسمو على جوج. كي شفتو حطيت قبيله عجينه صغيره كتخرج ليا 10 ديال البيتزات. هاد البنات العجينه فاش كنديرها كنخبيها في الكونجيلاتور البنات، وكنبقى الجبده وقت ما بغيتها. صراحه ما كتخسر، ما كتوقع لها حتى حاجه، وكتجي رائعه البنات. غير تيقوني غتعجبكم بزاف. فوالا انا هادشي لي شات ليا، غنعاود نعجنو باش يعاود يخرج ليا واحد البيتزا اخرى يولو 11. يلا خليت لكم الراحه البنات، حتى نعاودو نتلاقاو. دابا البنات وقت الحقيقه نوريكم هاد لاصوص كيفاش دايره من الداخل، و ميم طو الى عجبكم البنات باش ديرو منها. لأنها
كنتي فريمون خاسرة لينا والله زوينة. أنا بدات كتعجبني بقى هاكا، شوفو البنات شحال خاسرة. هادي البنات راه كتصيد ليكم شحال من مرة، غادي تعجبكم بزاف. هادي على الصوت ديالي أنني مريضة. فوالا كنبدا بسم الله على بركة الله نبدا الكوب. تفيت على الكوكوس تكون برصاصكم البنات تشرد الحريره. الى رديتو البال هاد مطيشه هادي تيكون فيها بحال ديال مرسو ديال البصله صغيورين، ولكن راه هائله. انا بنتي ما كتاكلش ليا البصله، ولكن ما كتعيقش بها حنايا فهاد لاصوص هادي ما تتعيقش بها مرة. الجو عندنا سخون البنات، كيدايره عندكم الاجواء في مدينتكم؟ صراحه كنتي بنتي ونجي لها المدرسه كيقهرني الصهد، كيقهرني والله العظيم. انا داك النوع اللي ما عنديش مع الشمس حتى الحلاش، كتقهرني كنقدرش نصبر عليها صراحه. واش تاتوا بحالي؟ شنو الفصل اللي كيعجبكم؟ انا كيعجبني الربيع، ولكن الجو ديال مدينة أكادير تيحمقني. أنا معرفتش واش حيتاش كبرة فيها، واش ما شاء الله دائما مبردة ومفروجة وزينة، ما كاينش داك الصهد الكتير، ما كتسخنش بزاف وما كتبردش بزاف. هنايا ما شاء الله إما البرد بزاف إما الصهد بزاف.
دابا غادي نديرهم في الطاوله عاد نبدا ندير لهم في الفرماج. ودابا ندوها الفران. انا البنات جيت باش ندير معكم واحد الحوت غادي نشملها. هذا الشيء ما كان ما كثرتش اليوم الماكله بزاف لان ديجا عندي البقايه ديال البارح. صافي ندير غير القياس البنات باش ما نضيع حتى حاجه في الصدر.
البنات دابا ندخل الحوطه ديال الفرن ونخليها طيب. هي الطبيله ديالتي وجدات البنات. حطيت هاد المره الخشب والبتيه. هادي هي الحريره ديالي البنات. سخنت هادوك البسيتلات ولي سوشون اللي صرتو ليا من البارح، ودرت هادوك لي بيتزا حطيتهم مع التمر والحريره. صافي هادشي اللي حطيت في الطبله في النوبه الاولى. زعما الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. حاولوا البنات ما تكتروش بزاف باش ما تطيحش الماكله. حاولوا تديروا غير اللي يكفيكم نتوما وليداتكم. فوالا داكشي انا هو البرانسيب باش غاديه. وحتى الا بقات ليا شي حاجه من البارح فكنسخنها وكنعاودو ناكلوها، ما كنرميوها شي باش ما نتحاسبوش عليها. وعلى البنات هادشي اللي كان حطيته هكا خفيف ظريف. فوالا راني كنت نزلت لكم الصوره في الانستغرام، اللي ما متبعنيش في الانستغرام يتبعني باش يشوف الفطورات اللي كننزل. وهنايا البنات الحوته ديالتنا باش نتعشاو بها هي والعصير. حنا صراحه كنديروا فطور وعشاء، ما كنعاودوش نتعشاو من بعد. المهم كنحاول ندير واحد الحاجه وصافي. غنقول لكم البنات بسلام عليكم حتى الفيديو جديد. هذا كيف قلت لكم نهار ثاني، وان شاء الله نتلاقاو في نهار ثالث. وتبارك الله عليكم البنات، كنبغيكم بزاف. فرجه ممتعه ورمضان كريم. حاولوا تستغلوه قد ما قدرتوا في العباده. بسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.